Да кызы. ان شاء الله تكونوا بخير خاوتي، ان شاء الله تكونوا بيان. انا الحمد لله. اول حاجه حبيت نشكركم على لي جام واللي كومونتير تاع لا فيديو اللي فاتت، وكما وعدتكم في لا فيديو تاع اليوم راح نديروا مقارنه او يعني نشوفوا الفروقات ما بين مقاطعه كيبك ومقاطعه اونتاريو، ولكن بالخصوص راح نتحدثوا على لا فيل دو مونريال ولا فيل دو اوتاوا، يعني من تكاليف المعيشه، تكاليف السكن، وخاصه راح نديكم معايا الكالكو مارشي لهنا اللي تقضيو منهم فوالا وتشوفوا ابيبري الفرق ما بين لي بري لهنا ولهيها. الحاجه المفروغ منها يعني اللي ما يختلفوش فيها اثنين انه مونريال هي مدينه جامعيه بامتياز، يعني بور ايتوديون بور واحد نوفو اريفون احسن مدينه هي كيبك. لا، من حيث تكاليف المعيشه، من حيث الجامعات كاين بزاف، يعني الاختيار كاين بزاف، وخاصه كلش قدام بعضها، يعني كاين لي مترو لي زيسباس وين يروحوا لي ايتوديون، وخاصه بالنسبه للجاليه تاعنا يعني العربيه كاين بزاف المطاعم والمساجد يعني قريبه لكل واحد، وهذه حاجه نشوفها انايا مليحه بزاف. اكبر مفارقه خاوتي هي حاله الطرقات لها. يعني بدون مبالغه يعني حاله الطرقات جيده جدا يعني بارابور مدينه مونريال، على بالكم بلي كاين فيها بزاف الحفر، طرق مش مخدومين، كاين اللي يقولوا بلي خادمينهم شركه ايطاليه، جو سي با، مانيش متاكد من المعلومه. دائما هادو كاينين دائما. منا هذه بانك ستريت قاعده كيما لا ريو تاع مونريال، فيها لي ريستورون، فيه الموفمون بزاف. ليك هذه من قلت باتيسري البريوش، لا بريوش. مفارقة أخرى خوتي، يعني صراحة يعني ملي جيت كندا يعني لاحظت أن المتشردين لهنا قلال، وخاصة في أوتاوا صرار وين تلقى واحد يعني هم ليش قاعد يقعد برا، وهذه دليل على أنه يوجد اكتفاء ذاتي، يعني الإنسان يقدر يعيش لهنا بصفة عادية يعني مع الطبقة المتوسط أو ما فوق. هذا هوملس، يعني شوفوا ستيل اير فورس تاعو خير من تاعك. في مونريال ايفن في الهاي واي تلقاو الحفر، كيما باغ اكزومبل لا 40 هذيك كونديري روت نورمال تلقى فيها الحفر وانت كفي نص اوتوروت. هذه عندكم منا ريفيير غاتينو، هذا الفاصل بين اوتاوا و تقدروا تقولوا مونريال ولا كيبيك واونتاريو. وصلنا الماكزي هذا اللي جاي في غاتينو. الحاجه المليحه سيكو ماكزي هذا قدامه مليها ادونيس، قدامه بريك، قدامه بزاف لهنا لي سوبر ماركت، فيه مام بست باي مليها، دونك ما اذا شقيتوا البلاصه هذه راح تلقاو بزاف حوايج، وميم طو ماهوش بعيد بزاف على اوتاوا. هنا حاطين الكابويا هذه اللي جات ديكوراسيون تاع الهالوين يوتيليزوها بزاف. غنشوفوا ابوبري الحوايج اسونسيال وشمال البري تاعهم. دونك اول حاجه عندكم الخبز توستر هذا راه ب 22 كان 92 بابري فوالا. البنان اكزاكتومون لو ميم بري تاع 0.67 فوالا. خذي الشكاره الكبيره هذه راه 2.55، هاي كيفاش جايه كبيره بزاف. عندكم البصل راهو ب 2.48، البطاطا راهي 2.98 بصح شكاره صغيره برك ماشي كبيره. كاين هذه الشكاير الكبار كيما شفتم، هذه راهي ب 5.98. عندكم اللحم هنايا، دوك نروحو نشوفو في الريون حلال هذا، شوفو ابوبري 46، هادو سي دي زيل كانش يعني كرون شوز. الزيت راهو 8.98 يعني في الانترفال، هو دايما ما بين 7 و 9 فوالا. والقهوة عندكم هذه نسكافي راهي بتراز الكبيرة خلاص هذه، وانا ما بريفيري سي سالا، الناس اللي تابعوني من كريل جولد فوالا. هذه راهي 7.140، كاين هذه النورمال راهي 3.98،
وكاين هذه ماكسويل. ماكسويل اون جينيرال تلقاوها موان شاب صحاوتي صراحه، يعني لا في بيرسونيل تاعي لا علاقه صراحه، ما تعجبنيش خلاص. الجو لهنا تاع اطرا راهو ب 4، وهذا تاع 3 لتر راهو ب 5، هذا كان ب 6 نورمالو. ايوا كان ب 6. مي خوتي نتوما اشاك فوا يجي واحد يشري الحوايج هادو تولهو ديريكتومون منا اسكو راهم دايرينهم بافري ولا كيما منا راهو ب 4 دايرلو بافري، دونك جامي تشريو ديريكت حتى نشوفو في البلايص هادو وين يديرو بافري. اون جينيرال تلقاهم في النص هنايا. فوالا الحليب راهو ب 7 دولار، انا نحكي على هذا تاع 3% ماشي تاع 1% و 2% اللي ما تشريها راهو ب 7. بالمفاجأة العظام أو البيض كما يقولون من بعد كانوا بسات راهم بربعة دينو تسعين. لي بواسون راهم بثمانية 48 كامل، سبرايت لا كوك لا بيبسي. بار كونتر حبيب تقل بكراش أورانج راهي ما كانش، راكو خسرتوها صراحة. هذا اللي تغسلوا به القش كما نمرت نشوف 24 في كوسكو جو دي بيان سا، انا راهو ب 22 فوالا. هذا نتيليزيو في لافيسيل جافيل راهو ب 48. هذه قرعة كبيرة وقرعة صغيرة راح ان دولار 80 دو دولار دو دولار. خلاف مونريال وكيبيك عامة تلقاو هنا لي بوس بالاحمر، وعندهم ميم هذوك لي بوس لي جيو دو زيتاج. كم حاجه خلاف لي مالي فارماسي، لي فارماسي تلقاو كيما هذه فارماسي ولا تلقاو شوبر دروغز ماركت حاجه كيما هكذا. هذا قاعد كيما جون كوتو وفارما بري، وهذا قاعد كيما فاميلي بري. فوالا باش ما تدوهوش ولا اذا حوستوا على فارماسي اللي هنا هكذا الاسماء تاع. حاجه مليحه سي كو ليسونس رخيص بزاف بارابور لموريال كيما لهنا راهو 134، في موريال هاد الايامات راهو 143 142 سما يدور في الجويه. انا ملي جيت لهنا هو غير 134 ماكسيموم 138. يا واصاب لي مولاي ان شاء الله تكونوا بخير. دونك اليوم راح نكملوا في نفس المنوال تاع البارح، راح نزيدو نكملوا يعني المفارقات ما بين اوتاوا وكيبيك، راح نديكم الماركت جديد يعني وريته لكم ديجا من قبل كاين لهنا في اوتاوا ولي بري تاعو موانشر خلاص يعني دابري ما شفت. يلا خليكم معايا. هنا هادي سانكتوير ناسيونال كاثوليك تاع اوكرين، ولا هنا ورايا هذا كم المدخل تاع تشاينا تاون تاع مدينه اوتاوا، يبدا منا ويخلص لهيها خلاص. هادو منا كامل دي ريستورون حوانت كل ما يتعلق بالثقافه الصينيه تلقاوه لهنايا. احنا تحدثنا قبيلة على اسعار الدراسة باللي في كيباك ارخص بكثير من لهنا في اوتاوا، لكن كاينة حاجة بالك تخفى على الكثير منكم انه ما كانش غير يونيفرسيتي دوتاوا في مدينة اوتاوا، كاين بزاف لي يونيفرسيتي بارميو كاين هاد يونيفرسيتي تاع كارليتون يونيفرسيتي، هادي باي ذا واي هي اليونيفرسيتي اللي قرا فيها انس مروى من عائلة انس على فاميلي. فوالا وكاين جامعات اخرى يعني الفو جوست تشيرشيو يعني. ومن هذا المنبر تحية لل اخوة السوريين اللي تابعوني مع انه ما يفهموش على كلامي. اخويا اش ندير لكم اخويا، احنا نفهموكم انتم ما تفهموناش، هذا البروبليم فيكم. نحاول ان شاء الله في الفلوقات القادمه ان شاء الله ندير ترجمه ولا تكون العربيه تاعي يعني قريبه للفصحى باش تفهموني. يلا نشوفوا حاجه اخرى. مفارقه اخرى تلقاو هنايا في اوتاوا او في اونتاريو يعني مقاطعه كامله، تلقاو بلي الطوموبيلات لي ماتريكول تاعهم من اللورا ومن القدام كما قاعدين تشوفوا هكذا، على خلاف كيبك كيبك تلقاهم يركبوهم غير من اللورا. بالنسبه للقطاع الصحي خاوتي هنا نفتحوا قوس كبير. هنا خاوتي اللي كان شفوا فيديو عملوا اللي درت لكم تاع سلبيات وايجابيات كندا اللي هو هذا، حكينا ابري تاع الايجابيات والسلبيات تاع هذا القطاع بالذات. مي خاوتي دابري اون اكسبيريونس اللي عشتها لهنا ومام وحايد نعرفهم، كي تروح باغ اكزومبل بور اون اورجونس للسبيطار ولا لو طو داتونت خاوتي سي تالمون اكسيسيف جونغ فريمون تبقى تستنى
دي فوا حتى انا تنسى على اصلا جيت لتما غير هما يتريتيو سولون لورجونس ويحطوكم في واحد لي زون روجي فاريتو ما تبقى تستنى كوميم. وانا نشوف هذه حاجه بزاف 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 مش مليحه خاصه في مدينه مونريال. دونك جو سي با انا في المدن الاخرى كيفاش حتكون، مي انا دابري ليكسبيريونس تاعي لهنا في مونريال ولا في مقاطعه كيبك لقيت باللي القطاع الصحي هذا مازال يحتاج خاوتي ما نكتبوش على بعضنا. لو فات انك تروح لورجونس باش تعالج حاجه اون اورجونس تبقى تستنى هذيك المده كامله سيترو. بار كونتر خاوتي حبيت نعطيكم ملاحظه برك قبل ما تروحوا لاي سبيطار لهنا، نهضر على مقاطعه كيبك، باش تروحوا اذا كانت عندكم اورجونس ولا خاوتي ادخلوا سير انترنت وشوفوا لو طو دوكوباسيون، يعني شوفوا قداه كاين تما عباد راهم قاعدين يستناو وشوفوا اللي عنده طو دوكوباسيون اقل هذاك هو اللي تروحوا عنده. تخلف كنت هضرت لكم في الفلوغ السابق اللي هي هادو لي تروتينات على غيره مونريال يوتيليزيو بزاف الدراجات خاوتي، كي نقول لكم يوتيليزيو الدراجات لدرجه مبالغ فيها لدرجه انهم دايرين يوم خصيصا يوتيليزيو فيه غير الدراجات، وهذاك اليوم يقفلوا فيه مونريال كامله زعما باش يديروا تور بالدراجات. وهنايا في اوتاوا يوتيليزيو لي تروتينات اوليو لي فيلو. حاجه مشتركه كذلك عندكم هادوك اللي مكتبات صغيره، يعني تجي تلقى هنا كتابات تهز كتاب تحط كتاب، ولا هذه لقيتها في كيبك لقيتها في اوتاوا وابارمون كاينه في كندا كامل لانه مجتمع مثقف يشتي يعني يشتي يقرا يشتي بوكيني. حاجه اخرى خاوتي اللي هي اللغه، هاجس اللغه لهنا فريمون اللغه تاعك هي سلاحك، وخاصه على العموم الانجليزيه، يعني اذا ما كانش عندك الانجليزيه لهنا راح تضيع في اوتاوا، تقدر تقول ما تقدرش تعيش لهنا. بار كونتر في كيباك الانجليزيه والفرنسيه في زوج يمشيو فوالا. عندكم ثاني في لي ماركت كاين هذا، لا حبيتو المره الجايه ولا نجيبكم هذا فود بيزيكس ودوتر مارشي جوست قولوا لي في لي كومونتير. بالنسبه لبقيه لي ستور كيما دولاراما بار اكزومبل كيما وول مارت كوسكو هادو كامل كاينين لهنا. لا سول ديفيرونس خاوتي ما تسلكوش لا تي في كيو اللي هي تاكس تاع كيباك، تسلكو غير تاكس فيدرال فوالا، هذه لا سول ديفيرونس اللي كاينه لهنا. اي فوالا بهذا خاوتي نكونوا لحقنا لافين تاع الفلوغ تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير واش حابين تشوفوا في لي بروشان فلوغ ان شاء الله. تهلاو لي في روحكم في والديكم، وما تنساوش ديروا سبسكرايب مدابيكم. تهلاو لي في روحكم في والديكم، والسلام عليكم.